تنظم في كل عام تدريبات في العديد من المجالات لصالح النساء والفتيات التي تتمثل في تأهيل ضيافة الفندق والخياطة والصيانة الفنية للمباني والأجهزة الإلكترونية وغيرها من الخدمات المكتبية بهدف تمكينهم اقتصاديا. ولأهمية الدورة التدريبية أشارت الوزيرة إلى المستفيدات بأن أمامهن تحديات كبيرة وعليهن تطبيق ما تلقونه من معلومات خلال الدورة، مناشدة النساء والفتيات باستمرارية التدريبات من أجل خلق فرص في مختلف المجالات. اليوم بفرماسيون لغوتو أخواتي تمشو تلقو فوق أكيد مي تسايدو لي فامي أناكو تسايدو لي بلاد كبولا 175 بنات لديو فرماسيون أنا أوتيليري أنا كوتور وأنا إنفورماتيك قلت لي ميزو ناسيونال بيت المارا. كما عبرت إحدى المشاركات عن شعورها بأنه من خلال هذا التدريب سيتيح لهن الالتحاق بمختلف المجالات الحيوية. دربونا وعلمونا ناس ما شاء الله، 3 شهور نجحنا من كل شيء، قربنا أي حاجة. ونشير إلى أن هذه الدورة التي استمر زهاء 3 أشهر شارك فيه حوالي 175 فتاة وإمرأة يمثلون الدوائر 10 للعاصمة أنجمينا.